طبعا المباراة النهائية ديال الجيش الملكي والرجاء الرياضي في كأس العرش، بلاطو اللي ما يمكن لنا إلا نحلموا يكونوا فيه جوج ديال الفرق قوية واللي ربما حققوا كل شيء هذا الموسم على مستوى البطولة من حيث النتائج. يكفينا نقولوا راكين الأول والثاني مع الفريق الثاني اللي كان هو الأول طيلة دورات، جوج ديال الفرق اللي فازوا تقريبا على كل خصوم ديالهم ذهبا وإيابا، جوج ديال الفرق اللي حققوا أكبر عدد ديال النقاط وديال التنقيط اللي دخلوا ربما لتاريخ البطولة الوطنية حيث داروا 72-71. يعني من حيث البلاطو فربما هادشي اللي كنا كنتوقعوا هادشي اللي كنتمنوه يعني في نهائي كأس العرش. أنا بغيت قبل ما نتحدث على كأس العرش على أرضية الملعب بين الفريقين، لأنه كاين الكثير ديال الحوايج اللي جميلة وكنتظروا أنها تكون، نشير فقط غير بالنسبة للجماهير ديال الفريقين، لأنه هذه مناسبة الله يجزيكم بخير، هذه مناسبة أنه غادي نعيش واحد الحدث كبير، واحد الحفل كبير وبملعب كبير، يعني نقدر نقوله ملعب مونديالي مرشح لأنه يحتضن مباراة كأس العالم 2030، ملعب اللي غادي يحتضن مباراة كأس أفريقيا 2025، ملعب اللي كيحتضن مباراة ديال الفريق الوطني في مدينة جميلة، فريقين كبيرين والحضور الجماهيري ديال الفريقين، فهذا غادي يكون حفل وأكبر وأجمل مناسبة ممكن نروج بها صورة كرة القدم المغربية المقبلة على تنظيم التظاهرات الأشياء اللي كانت تكلموا فيها. فنتمنى أن الأمور تدوز بخير وعلى خير، الفريق الفائز يفرح مع الفريق دياله بصحته، والفريق المنهزم بكل روح رياضية الجمهور دياله تهو يحتفل مع الفريق دياله لأنه راه وصل لنهاية المطاف، لأن كل فريق سواء الفريق الخاسر والفريق الفائز راح حقق المسار دياله كامل على مستوى البطولة الوطنية. وكنقولوا هذه الاشياء هذه لان عندنا واحد التخوف مما قد يحدث بمدينه اكادير لا قدر الله، الله يكون في عون السلطات الامنيه، ولكن المزيد من التعاون ما بين السلطات الامنيه وحتى الجماهير الله يجازيها بخير تكون متعاونه. بالنسبه للجانب الرياضي فانا كنظن بانه المباراه بين الجيش الملكي وترسنته من لاعبين والرجاء الرياضي والترسنه ديالو من لاعبين وبين جوج من افضل المدربين الاجانب اللي كانوا في هذه السنوات الاخيره اللي هما نصر الدين نبي وكذلك زيمباور، كنظن أنه طبق كروي يغري بالمتابعة. نتمنى أن المباراة تكون مفتوحة وتكون فيها فرجة تكون فيها أهداف، نتمنى أن حتى اللاعبين يكونوا في نهارهم رغم أنها نهاية موسم، نتمنى كذلك حتى اختيار التوقيت ديال المباراة تكون في واحد التوقيت الذي يلائم للفريقين بجوج على مستوى الأداء الفني الطراوة البدنية. ولكن كيف ما كان الحال يكفي أن نقول أن الرجاء الرياضي الجيش الملكي بلاطو اللي كان حلموا به جميعا يمكن شفناه في البطولة الاحترافية في مباراة ذهب بمركب محمد الخامس بحضور الجماهير، شفناه في الملعب البلدي القنيطرة بحضور الجماهير الجيش الملكي، ولكن الجميل هو أن نشاهد هذا البلاطو هذا في مباراة نهائية لا تقبل القسمة على اثنين، يمكن تمشي 90 دقيقة 120 ضربة ترجيح بين جوج ديال الفرق اللي قوية، جوج ديال الفرق اللي كبيرة أقوى ما كاين في المغرب هذه الساعة، وما بين جوج ديال الجماهير أكبر قواعد جماهيرية اللي كاينة في المملكة المغربية. ونتمنى من الله التوفيق في المباراة ديال يوم الاثنين إن شاء الله.